ويرجع لي ولادي اللي انا اتحرمت منهم عشان انا بموت ما حدش حاسس بيا. انا عايزه عيالي، مش عايزه غير ولادي، ولادي اللي هم اتهموني فيهم ان انا باجر طفل ب 20,000 في الليله وب 15,000. دول عيالي حته مني، عيالي امبارح شافوني ما يعرفونيش عند المدرسه من كتر ما بيدوهم علاجات ويتلفوا لهم اعصابهم. انا عايزه الكل يقف جنبي ويساعدني، عايزه ولادي، انا بموت، عايزه ولادي ارحموني. انت بتتكلم على طفلين عمرهم 6 و7 سنين، لو اتعمل فيهم حاجه زي كده اكيد هيموتوا او هيحصل لهم حاجه. وبنتي دخلت تحت التخدير، راحت اتعرضت للكشف، والعيال من ساعتها نفسيتها تعبان ان هو خلاهم يكشفوا كشف زي ده. ولادي من كتر ما انا مربياهم خليهم يحافظوا على نفسهم، ولادي ما كانت بتخاف تقلع بنطلونهم للدكتور عشان يكشف عليهم، والكشف جه سليم، والنهارده بنتي سليمه وابني سليم. عايزه اعرف انا ليه ما خدتش ولادي لحد دلوقتي عشان ينتقم مننا. منزل لينا صور على النت وكلام قذر جدا ما ينفعش ان هو يتكتب على لساني، ان انا كأم عايزه أأجر ولادي اللي هم عندهم 6 سنين دلوقتي والبنت عندها 7 سنين، أأجرهم للرجاله وأأجرهم بطريقه مش كويسه، ان انا عامله اعلان لبنتي ب 20,000 في الليله وابني ب 15,000. رحت طلعت على مباحث الانترنت وعملت اثبات واقعه واشتكيتهم، وقال لي الضابط اللي هناك ما ينفعش نتكلم دلوقتي لحد ما نعرف مين اللي عمل لك الحاجات دي. وابني كان عنده حاله رعب شديده لانه طفل 6 سنين جاي لوحده في البوكس مع الضابط. دخل لرئيس المباحث ساله، قال له مفيش الكلام ده، ماما بتحبنا وماما ما بتعملش الكلام ده، وقعد الطفل جاله حاله انهيار. بعد كده بيحقق مع الطفله، البنت عملت حمام على نفسها في قلب النيابه، نادى على اختي قال لها خديها غسلي لها وهاتيها تاني. البنت من رعبها ومن رعب انا نفسي، بنتي كانت قاعده وابني حاطين ايدهم في ودانهم من مش عارفين ايه اللي بيتقالنا. وقالوا لي اخر حاجه ان البنت فقدت النطق وما عادتش بتتكلم، وان هو بيجيب لها دكاتره نفسيين بيدوها علاج نفسي عشان يبوظ لهم دماغهم ويتلف لهم دماغهم. انا اسمي ياسمين عبد الحميد توفيق، عندي 30 سنه، العنوان ساكنه دلوقتي حاليا في العاشر من رمضان. القصه انا كنت متجوزه حسن جمال حسين حجاب، هو شغال عامل فني في الانتاج الحربي. بعد ما بدايه الجواز خالص كان الموضوع كله مبني على الكذب، قال ان هو حد مهندس، ان هو معايا بكالوريوس، طلع ما فيش بكالوريوس، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. اكتشفت الحوار ده يوم كاتب الكتاب، قال لي اصل انا ما كنتش دافع مصاريف الجامعه فما خدتش الشهاده، فبعدين هنروح نجيبها. فلما رحت جبتها اكتشفت ان هو كان معاه دبلوم صنايع. مشكلتي مش في التعليم، انا اتغاضيت عن كل ده، انا معايا بكالوريوس علوم تعاونيه، شغاله مهندسه في شركه شام ارت في العاشر. جيت بعد كده ما اكتشفت كذبه، بدا ما بقتش على قد الكذب بس، لا بدا بعد كده لقيت حاجات كتير، اوضاع مش كويسه، اوضاع شاذه، مكالمات بينه وبين زمايله اللي في الشغل معاه، زمايله دول رجاله، وما يعني كلام ما ينفعش ان هو يقوله مع بنت او مع ست عشان يقوله مع راجل. بدات اشك في الموضوع، بدانا نعمل مشاكل كذا مره، بقت كل مشكله تنتهي ان هو هيفتح لي دماغي، هيكسر لي ايدي، هيعورني في وشي، واطلع اشتكي واعمل محضر واثبت حاله واخد تقرير طبي ليه. في الفترة دي قررت امشي، لان لقيت في مرة تليفون مع جماعة من اللي هم شغال معاهم تبع الاثار. هو اصلا حسن كان منتمي لجماعة اثار على جماعة اخوان، وكانت عيشتي كلها حياة رعب في رعب ورهبة، وزي ما يكون عايشين في ارهاب. بعد ما خلفت بنتي جنة كان عمرها 40 يوم، جيت لقيت مكالمة له مع واحد صاحبه بيطلب منه ان هو عشان يفتحوا مقبرة الاثار اللي شغالين عليها هو وولاد عمه، عايزين طفل يتذبح على المقبرة دي. بدات اخاف على عيالي وبدانا نتخانق ونعمل مشكله. في اليوم ده خدت ولادي ومشيت بيهم عشان الحق نفسي. بعد كده ما اكتفاش بكده، فضلنا في مشاكل طول فتره 7 سنين. كل اللي عمله انا كنت رافع عليه نفقه لاولاده ونفقه ليه. طلقني في الفتره دي، ما كانش بيرضى يطلقني، طلقني لحد ما رحت رفعت عليه رفعت عليه خلع في المحكمه، محكمه بلبيس اللي هو تابع لها، والقاضي حكمني من اول القضيه خالص. بعد ما شاف في الاوراق وسمع وعرف كل حياتي انها عايشه معاه في حياه يعني حياه ارهاب كلها. بعد ما اتطلقت منه وخلعته بدا هو يفكر هينتقم مني ازاي. طول الفتره دي مشاكل، بيبعت لي تهديدات من ولاد عمه ان هو هيقتلني وهيخطفني انا واولادي وانا واهلي، وهيشوهنا بميه النار، وان هو معاه حصانه، وان هو عايش مش همه لا حكومه ولا شرطه ولا اي حاجه، لان هو تابع للانتاج الحربي. بدات بعد كده رحت الشغل، المدير قال مش هيحصل الكلام ده، وخدت منه مفردات مرتب عشان نفقه الولاد. بدا ما رضيش يدفع نفقه في المحكمه،
المبلغ تجمد عليه، المبلغ عدى حوالي 50 أو 60 ألف جنيه. جه في الفترة دي عشان ياخد الولاد مني ويقول لي تنازلي، رفضت ان انا اتنازل. بعدها بفترة بسيطة لقيته عشان ينتقم مننا منزل لينا صور على النت وكلام قذر جدا ما ينفعش ان هو يتكتب على لساني، ان انا كأم عايزة أأجر ولادي اللي هم عندهم 6 سنين دلوقتي والبنت عندها 7 سنين أأجرهم للرجالة، وأأجرهم بطريقة مش كويسة، إن أنا عاملة إعلان لبنتي ب20 ألف في الليلة وابني ب15 ألف. رحت طلعت على مباحث الإنترنت وعملت إثبات واقعة واشتكيتهم، وقال لي الضابط اللي هناك ما ينفعش نتكلم دلوقتي لحد ما نعرف مين اللي عمل لك الحاجات دي. مفيش يومين ولقيت الحكومة الاسم اللي انا تابعه ليه اسم تاني 10 من رمضان جايين بياخدوني من قلب البيت، ما كنتش اعرف في ايه. رحت معاهم وقدمت معايا رقم المحضر انا كنت عاملاه، لقيت جد الاولاد اللي هو ابو طليقي هو جاي يشتكيني ان انا ما كنش غير امين على الاولاد وان هو عايز الاطفال مني. بدا معايا يحقق كيان رئيس المباحث، حققنا وخد سالني وخد سؤال الاولاد وقال لي مفيش مشكله هتروحي انت والاولاد بس الصبح هكون عندك عرض نيابه، هتخشي لوكيل النيابه وتقولي له ان الكلام ده كله ما حصلش وان انت اللي حطيتي حاجات اعلانات على النت ولا صور ولا الكلام ده كله. رحت النيابه تاني يوم والاطفال طبعا في اليوم ده الجوم في البوكس، وابني كان عنده حاله رعب شديده لانه طفل 6 سنين جاي لوحده في البوكس مع الضابط. دخل لرئيس المباحث ساله قال له مفيش الكلام ده، ماما بتحبنا وماما ما بتعملش الكلام ده، وقعد الطفل جاله حاله انهيار. بعد كده رحنا النيابه تاني يوم ما كنتش فاهمه في ايه، قعدت اتكلم قلت لهم لو في حاجه زي دي ففي كشف طب شرعي يثبت الكلام ده، وانا بطالب بالكشف عليا اولا ثم على اولادي. قعدوا يشددوا عليا في الكلام، قعدت تحقيق من الساعه 10 انا بايته في اسم تاني من قبلها بيوم، خدوني النيابه الساعه 8 الصبح دخلوني الساعه 10، من الساعه 10 لحد الساعه 4 الفجر وانا بيتحقق معايا وانا مش فاهمه في ايه. كانوا مانعين اي محامي يدخل معايا، اول محامي دخل معايا دخل الساعه 12 بالليل، لما قعد يقول لهم ما ينفعش كده احنا عايزين نفهم انتوا واخدين البنت في ايه ومقعدينها لفتره التحقيق دي كلها ايه، البنت لا جايه في قضيه قتل ولا البنت جايه في قضيه مش كويسه ولا انتوا جايبينها من شقه ولا الكلام ده. دخلنا جوه للمحامي، المحامي دخل معايا كلم وكيل النيابه، وكيل النيابه قعد ما سمعش مني اي حاجه غير كل اللي كان خلاص انت هتروحي انت واولادك امضي على المحضر. بعد كده دخل مسك الاولاد طلع بيهم وقاموا مطلعين ايه، وكيل النيابه قال لي انت خدت 4 ايام على ذمه التحقيق. خدت 4 ايام ليه؟ يقول لي انت عايزه كشف على الاولاد هنكشف على الاولاد، واوعدك اول ما كشف الاولاد يجي سليم انا اللي هسلمك ولادك تاني هنا في النيابه، وانا اللي هعمل لك اعتذار عن كل اللي بيحصل ده انت واولادك. قلت له حرام اللي بيحصل مش فيا، في ولادي، ولادي دول 6 سنين و7 سنين حرام ان هم يخشوا اسم ونيابه ويحصل فيهم كل ده. بعد كده قال لي ايه سبب المشاكل؟ قلت له المشاكل انا اتطلقت منه عشان هو كان حياه رعب وعيشه رعب كلها للاطفال ولينا، ما كانش غير امين علينا ان احنا نعيش معاه، وانا رحت اتطلقت منه يعني ان هو بيعمل كده عشان انا خلعته، هو صعبان عليه ان انا خلعته، معايا اوراق تثبت الكلام ده ان انا اللي خلعه من المحكمه. بعد كده قبل ما يعمل الحوار ده كان عمال طول الفتره دي مشاكل، يجيب لي ناس تشتكي لي، يعمل لي محاضر ضرب، محاضر نصب، انزل قدام القاضي، القاضي يديني براءه، مفيش اي حاجه اتحكمت فيها لحد النهارده غير كل قضيه انزل فيها قدامه يديني فيها براءه. بعد كده بدا اعمل لي حوار الولاد، لما الموضوع دخل في الولاد طلبت كشف عليهم. بعد كده طول فتره الكشف هو مش عايز يكشف على الولاد، كل مره يقول تعذر تعذر، كل مره في طول الفتره دي بنزل تجديدات باخد 15 في 15 في 15. القاضي يطلب عايزه ايه؟ اقول له عايزه ولادي، مش عايزه اي حاجه غير ان انا ام محرومه من ولادي، مفيش حد يرضى الظلم اللي انا فيه، لان ما فيش حاجه حتى الان دلوقتي لا في القران ولا في القانون تقول ان ام اتاخد منها عيالها بالطريقه دي، ولا بحكم محكمه ولا اي حاجه غير وكيل النيابه، لان هو في الوقت ده اصلا طليق قال لي انت مش قدي، انت ما تعرفيش انت بتتكلمي مع مين، انا بقول لك شغال تابع لوزاره الانتاج الحربي. وخد الولاد ومشي بيهم، ولحد النهارده 3 شهور انا ما شفتش ولادي. بعد كده بدا تهديدات ويبعت لي الرسائل وكل حاجه مثبته عندي على التليفون وشتيمه فيا وفي اهلي وكلام مش كويس. وقالوا لي اخر حاجه ان البنت فقدت النطق وما عادتش بتتكلم، وان هو بيجيب لها دكاتره نفسيين بيدوها علاج نفسي عشان يبوظ لهم دماغهم ويتلف لهم دماغهم. واحده مننا كلمتني وهو كلمني قال ان البنت تعبت، رحت عشان اشوف ولادي اخر حاجه النهارده في المدرسه، ولادي ماشيين نزلت اشوفهم، الكلام ده كله اكيد متسجل وفي كاميرات في الشارع تثبت اللي انا بقوله.
نزل ابوه وامه اتهجموا عليا في قلب الشارع وضربوني وكانوا موقعيني في ميه. ده منظري النهارده ما يرضيش ربنا ان انا اتضرب قدام عيالي في قلب الشارع عشان رايح اشوف ولادي ويقول لي هنتهمك بقضيه خطف. انا مفيش ام بتخطف ولادها، انا عايزه ولادي. انا دلوقتي انت اتهمتني في ولادي، انت ما تعرفش عنهم حاجه. عيالك دول انت سبتهم ليا 40 يوم، النهارده بنتي 7 سنين اتحرمت منها ان انا اشوفها 3 شهور ما شفتهاش، وكانش بيديهم نفقات وما بيدفعش اي حاجه. بعد كده بيحقق مع الطفله، البنت عملت حمام على نفسها في قلب النيابه، ندى على اختي قال لها خديها غسلي لها وهاتيها تاني. البنت من رعبها ومن رعب انا نفسي، بنتي كانت قاعده وابني حاطين ايدهم في ودانهم من مش عارفين ايه اللي بيتقال لنا من كتر الكلام وازاي. بعد كده قام واخد البنت للكشف الطبي ما رضيش يكشف عليها، وكل النيابه ثبت ان الطفل معتدى عليه جنسيا. لما انا نزلت تجديد قصاد القاضي قلت للقاضي انا طالبه كشف عليهم، خد الطفل بس عشان هو كان ثابت في التحقيق ان ابني كده عشان يخدمه في صالح ان هو يستلم الاولاد مني. بعد كده الكشف جه سليم ان ابني سليم وما فيهوش اي حاجه. رحت تاني خد طلبني في التحقيق، قلت له كشف ابني جه اظن سليم يعني انا من حقي اخد ولادي وامشي. قال له لسه كشف البنت. اضطروا يدوني تجديد تاني 15 يوم لحد ما كشف البنت يجي، وانا على اساس صبر ومستحمله ان انا اطلع وبرات اعتذر للناس واخد عيالي واروح. بعد كده بدا باباها يتعذر كل مره في الكشف بتاعها يتعذر لان الورق بتاعي مش كامل قصاد القاضي عشان القاضي يمشيني يديني براءه يا يخلي سبيلي. يقول اصل هو اتعذر، اصل البنت نفسيتها تعبانه، اصل البنت من اللي حصل لها بتتعالج نفسي. هو يقول لي انت عامله فيها ايه لو ممسكه سلك الكهرباء مش هتبقى ساكته كده. قلت له بنتي مفيش حاجه حصلت عشان تتكلم فيها، حضرتك انت بتتكلم على اطفال. مفيش ام لو كلبه، الكلبه الحيوان او القط بيخاف على عياله، مفيش ام لو خنزيره تعمل في ولادها كده. انت بتتكلم على طفلين عمرهم 6 و7 سنين، لو اتعمل فيهم حاجه زي كده اكيد هيموتوا او هيحصل لهم حاجه. وتاني حاجة يعني معلش مش من قلة الناس في البلد او من قلة الحريم او البنات ان واحد هيروح لطفل عنده 6 سنين وبالمبالغ اللي انت بتقول عليها 20,000 الكلام ده كله انتقام مني، وقعدت احلف له ان هو بينتقم مني واثبت له بالحاجات اللي معايا، وريته كل حاجته اللي خاصة بشغله في الاثار وخاصة بالعصابات وخاصة ان هو اخواني وان هو سياسي، ووريته الاحكام عليه 12 حكم. بقول له ازاي هو عنده 12 حكم ويدخل ويمشي من الاسم ومن النيابه ومحدش يكلمه، ازاي انا اللي بتحكم دلوقتي وبتحاسب وبتحبس في حاجه ماليش فيها. ده كان بني ادم شاذ عايشه معاه وهو شاذ وسبته عشان كده، واتطلقت منه وكان شاذ يطلقني. سود حياتي وعشتي 7 سنين من عمري وانا عايشه في رعب بسبب وانا والولاد، وربيت عياله جالنا النهارده الله اكبر عروسه ما شاء الله عليها ما يعرفش عنها حاجه غير انه لسه واخدها بقالها دلوقتي 3 شهور معاه. بنتي دلوقتي اتدمرت نفسيا. انا طالبه ان انا عاوزه اولادي، بنتي اخر حاجه لسه كاشفه هو ما رضيش يكشف عليها غير لما انا رحت النيابه بعد ما خرجت، وجه النيابه اخلى سبيلي اول ما كشف الطفل جه مالك. بعد ما الكشف جه سليم ما استنوش كشف البنت، اضطريت بعد كده قلت له انا هروح اكشف على بنتي انا كأم هعرف اخلي بنتي تكشف لو هو رافض ان هو يكشف عليها. اضطر ياخد البنت ويخدرها وينيمها وقاموا حاطين لها نوم مخدر ونيموا البنت وخدوها على الكشف متخدره عشان يثبتوا ان هي كانت رافضه الكشف وان هم كده بالطريقه دي خلوها كشفت بالمنوم وبالمخدر. وبنتي دخلت تحت التخدير راحت اتعرضت للكشف، والعيال من ساعتها نفسيتها تعبان ان هو خلاهم يكشفوا كشف زي ده. ولادي من كتر ما انا مربياهم خلاهم يحافظوا على نفسهم، ولادي ما كانت بتخاف تقلع بنطلونهم للدكتور عشان يكشف عليهم، والكشف جه سليم والنهارده بنتي سليمه وابني سليم. عايزه اعرف انا ليه ما خدتش ولادي لحد دلوقتي. انا دلوقتي بستغيث بكل مسؤول، بكل مسؤول يمه حرقه قلب ام على ضنوها. انا كأم بنشدكم كلكم وبقول للناس كلها تقف جنبي، انا عاوزه ولادي مش عايزه منه اي حاجه ولا عايزه نفقات ولا عايزه حاجه. انا عيالي بتتدمر وعيالي بتموت وكل شويه تهديدات وانا عايشه في رعب. اروح اشوف ولادي النهارده في المدرسه اتضرب واتبهدل من حماتي اسمها سحر محمد عبد السميع وجمال حسين حجاب ابوه، يضربوني في قلب الشارع قدام عيالي وياخدوا عيالي مني ويقولوا ان كنت عايزاهم تمضي على دفتر ايصالات وشيكات والكاميرات في الشارع شايفه ومسجله كل ده وانا بطلب كل ده. ورحت ثبت حاله طلبت النجده وانا واقفه في الشارع، ورحت المحضر رحت القسم عملت لهم محضر وتقرير طبي. الست مسكتني بقى تضربني وتقطع لي في شعري في الشارع وقطعت لي وشي وجسمي وجوزها، ورحت عملت لهم محضر. وبعد كده جاء طلعوا عليا اولاد عمه بالموتوسيكلات، دخلوا عاملين كلهم زي ما يكونوا شمامين بقوا يجروا ورايا بالموتوسيكلات قدام قسم الشرطه ومش عايزيني اخش المستشفى اعمل التقرير الطبي.
اتصلت بالنجدة وانا واقفه بره، والعسكري دخل دخلني المستشفى، عملت التقرير وثبت حاله. انا كل ده بطلب دلوقتي بولادي، انا عايزه اولادي، عايزه اي حد يجيب لي عيالي. عيالي دلوقتي في مكان غير امين، عيالي بيتدمروا دلوقتي، عيالي انا شفتهم امبارح اول مره اشوفهم بعد 3 شهور مش ولادي، اقسم بالله ولادي. انا هوريكم دلوقتي صور عيالي الاول وبعد دلوقتي بقوا عاملين ازاي من كتر ما بياخدوا علاجات نفسيه. عيالي بقوا مرضى الاثنين، عيالي شافوني كانهم مش عارفيني ولا شافوني، وبقوا يصوتوا في الشارع يقولوا جايه تاخدينا تبيعينا للناس. ده ما يرضيش ربنا اللي انا فيه. انا بقالي 3 شهور بموت ومتعذبة. انا بطالب دلوقتي وزير الانتاج الحربي يشوف حل اللي انا فيه ده، لو يرضي كمية الظلم والقهر اللي انا فيها انا موافقة. عايزة وزارة الداخلية، عايزة كل مسؤول، عايزة الحكومة، عايزة الشرطة. بطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له بنت مصر بتتهان وبتتضرب في الشوارع من طليقة اللي هو شاذ وهو تاجر في الاثار وفي كل حاجه وحشه، ليه لحد دلوقتي متساب في مكان زي ده؟ ومش عايزه اي حاجه غير ولادي. انا عايزه ولادي، بطالبكم كلكم تجيبوا لي ولادي وتجيبوا لي حق من اللي حصل ده. هو التشهير دلوقتي بالاطفال ده، انا بطالب حقوق الطفل وحقوق الانسان. ازاي طفل 6 سنين و7 سنين جالنا 7 سنين ومالك 6 سنين؟ ازاي اتشهر بيهم ويتقال عليهم ان هو اتعمل فيهم حاجات مش كويسه؟ فين حق الاطفال دي دلوقتي؟ احنا اتفضحنا وولادي اتفضحت وانا اتفضحت. انا سبت شغلي، انا شغاله مهندسه، انا معايا بكالوريوس علوم، سبت شغلي في الشركه وسبت ودنيتي كلها باظت وحياتي خربت. اتفضحت في وسط الجيران والاهل ان ظباط وحكومه تيجي تاخدني من قلب البيت، والظابط هناك يقول لي هتمشي، احنا عارفين ان انت مظلومه، عارفين ان انت بريئه. انا كل يوم في اسم شرطه بلبيس بطلع عند ضابط التنفيذ يقول لي هننزل نجيبه، ويزعق وبكتر خيره مشكور يقول ازاي ده متساب كده، بس لحد دلوقتي ما بيتاخدش وما بيتنفذش عليه. اخر حاجه رحت عملت قالوا لي روحي فرقه الجنوب، رحت فرقه الجنوب، انا لسه ثابته حاله النهارده فيها، بعتوني لجاسر بيه، رحت ما لقيتوش موجود، لقيت حد تاني قابلني وقال لي جاسر بيه مش هيرضى بالمهزله دي وهيشوف حل النهارده. لما كانوا ولاد عمه عمالين يجروا ورايا بالموتوسيكلات، طالعين ورايا كلهم زي البلطجيه. يقفوا في الشارع يقولوا للناس دي جايه تخطف العيال، مين ام في الدنيا بتخطف ولادها؟ حماتي تقف وحماها في الشارع يضربوني ويقولوا دي عملت حاجات مش كويسه في العيال وبتأجر العيال وبتبيع العيال للناس عشان الناس كلها تقوم عليا، ده في شرع مين؟ ده لو يرضي كافر. طلبت عليه عشان اثبت ان ولادي سليمه وان محدش جه جنبه، وقلت لوكيل النيابه حضرتك لو عيالي فيهم خدش لو في عقاب وحساب حاسبني العقاب عقابين والحساب حسابين. ولادي ما بيخرجوش من البيت، ولادي من يوم ما جبتهم 40 يوم وامي ربنا خلى لنا هي اللي شايله مسؤوليتهم، هي اللي صرف عليهم مأكلاهم ومشرباهم احسن لبس واحسن اكل، وما قصرناش معاهم في اي حاجه. انا طلبت الكشف الطبي عشان خاطر اثبت ان ولادي سليمه، ما كان بيذلني جوه وانا في الحبس في قلب السجن عشان يكشف، يجيب العيال تكشف، ما جابش غير الولد وساب البنت جابها بعد شهر عشان افضل طول المده دي جوه. التشهير اللي حصل في الولاد ده انا عاوزه حقه، طالبه حق ولادي. انا لو شفته بيتعدم في ميدان عام مش كفايه انه يحبس ام عياله، ده جزاء ان انا ربيت ام عياله؟ عشان ايه؟ عشان اتطلقت منه وخلعته في المحكمه عشان مش عارفه اعيش معاه؟ ده لو انا وحشه كان طلقني من البدايه، ما كانش سابني على ذمته العمر ده كل حد، ما انا اللي خلعته في المحكمه لاني مش قادره اعيش مع شخص زي ده، شخص كل حاجه وحشه فيه، شذوذ فيه، ستات وبنات ضحك على بنات العالم كله جوه مصر وبره مصر، الحاجات دي كلها معايا مثبته، مثبته من ايميله الشخصي ومن تليفونه الشخصي ومن رسايله، حاجات كتير قذره واوضاع مش كويسه، غير الرهبه والرعب الارهاب اللي احنا فيه من تجارته في الاثار. كان في قلب البيت اخر حاجه يجيب لنا جعارين وتماثيل وحاجات يخبيها في البيت. انا في شارع مين اعيش كده مع واحد زي ده؟ الاول كانوا بيجوا يدوروا عليه عشان يقولوا عليه اخواني وسياسي، بعد كده مشيت من كتر ما كانت الحكومه ما بحس يجوا يدوروا عليه. انا ما حدش يرضى بكده ولا ينفع افضل اعيش كده. انا مش عايزه دلوقتي غير حق تشهير ولادي وتشهيري بس، انا عايزه طالبه حقوق الطفل وحقوق الانسان، ووزاره العدل ووزاره الداخليه وكل مسؤول يشوف الظلم اللي احنا فيه ده. انا عايزه حقي، احنا في دوله فيها قانون والقانون فوق الكل، وانا عارفه ان حقي هيجي، وعارفه لا الرئيس يرضى بالظلم ده ولا اي حد ولا صغير ولا كبير يرضى بالظلم ده. انا عايزه حقي، لو انا مش عارفه اخد حقي في البلد مفيش مشكله اعرف، لو مفيش قانون هيجيب لي حقي ويساعدني ويرجع لي ولادي اللي انا اتحرمت منهم عشان انا بموت محدش حاسس بيا. انا عايزه عيالي مش عايزه غير ولادي.
ولادي اللي هم اتهموني فيهم ان انا باجر طفل ب 20,000 في الليله وب 15,000، دول عيالي حته مني، عيالي امبارح شافوني ما يعرفونيش عند المدرسه من كتر ما بيدوهم علاجات ويتلفوا لهم اعصابهم. انا عايزه الكل يقف جنبي ويساعدني، عايزه اولادي، انا بموت، عايزه اولادي ارحموني.